وبعد التتويج قال مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان إن اللقب كان ثمرة مجهود كبير قام به اللاعبون، وخصوصا في المباراة النهائية ضد منافس ياباني أرهقهم كثيرا قبل إحراز اللقب. واجهنا بعض الصعوبات داخل الملعب، ولكن قبل المباراة كنا نعرف ذلك، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، ولكن في النهاية وهذه هي صفة ريال مدريد، لا نستسلم أبدا، لقد عانينا وقاتلنا ولكن لكي تحقق الألقاب الهامة مثل هذا اللقب يجب عليك أن تعاني. نعرف مستوى الجودة التي نملكها وبإمكاننا أن نعاني، ولكننا أيضا نجعل الخصم يعاني.